طالعه مثل شمقرين، وطالعه مثل بنات التجار، وطالعه مثل بنات اكريبوز. شو قصة هدول التسميات الشامية؟ اكيد كلكم شي يوم سمعتوا يا حدا قال له او انقال لكم طالعه مثل شمقرين. يقال انه شمقرين هي ساحره شريره ذكرت في كتاب كليله ودمنه. هي الساحره التس كانت تتعامل مع الجن وبنفس الوقت بتعمل سحر اسود للناس اللي حواليها، وشعبيا صاروا بيستخدموا هي القصه لما بدهم يقولوا لبنت انها بشحه وما انها حلوه، بيقولوا لها شبك طالعه مثل شمقرين. اما طالعة مثل شهبندر التجار بيستخدموها لما بدهم يقولوا لحدا انه التياب يلي لابسها ابدا مش مناسبة لإلك. وشهبندر التجار اشارة الى لقب احد الزعماء العثمانيين ايام الاحتلال العثماني في سوريا. وكمان كتير بنسمع حدا بيقلك مثل حكم قرقوش، بس شو هذا كمان؟ اشارة الى احد رجال صلاح الدين الايوبي اللي هو حكم الدين. كان شخص كتير كتير عادل، بس اهالي دمشق استخدموا هي الجملة لوصف شيء غير عادل. وكمان نوع من انواع الاستبداد لما حدا يكون مستبد فيقولوا له مثل حكم قرقوش. اما لما حدا بيقول لحدا خاصة للبنات شبك طالعة مثل بنات اكريكوز، اشارة الى بنات الوجيه حمدي بيك اكريكوز. امهم لهدول البنات كانت بنت كتير ذات سمعة جيدة وبنفس الوقت من عيلة كتير كتير محترمة، فلما بدهم يقولوا لبنت انها شايفة حالة وما انا مصدقة بيقولوا لها شبك طالعة مثل بنات اكريكوز. وكمان كتير منسمع حدا بيقول مثل سرايا الباشا، اشارة الى عبد الرحمن يوسف الباشا وهو امير الحج الدمشقي. فكان عنده قصر، هذا القصر كان فيه حوالي دائما عساكر دائما مستنفرين، فلما بدك تقول لحدا انت على طول مستنفر وعلى اعصابك بتقول له مثل سرايا الباشا. واكيد لهجتنا المحليه فيه كثير من الاوصاف والتعابير غير يلي ذكرناهم باول الحلقه، فمثلا منقول شروي غروي يعني كلام فاضي ما في فايده منه. ومنقول كمان شلفط شلفطه يعني لما بيكون عم ياكل اكل حار او حد. ونقول كمان أرجيني عرض كتافك يعني روح انقلح من هون أحسن لك. انسم بدنه حالة من الانزعاج الشديد بتلاقي لتوصيف شامي ومنقول له انسم بدنه يعني مثل السم وقت يفوت على جسمك. ومنقول إجته الناعوسة حالة من النعاس بتصيب الشخص، يعني ما منقول بده ينام إجته الناعوسة. منقول كمان بلهجة باب الحارة درمل من هون كمان يعني انقلح. إسا ما خلصنا، وكمان بيقولوا لك الله معك بكل خطوة خطيتها وكل دعوة دعيتها وكل صلاة صليتها والله يهون عليك كل أمر عسير اللهم آمين. والأحلى لما يقولوا لك الله يحلي صغرتك ويعز كبرتك اللهم آمين. إلنا وإلكم ولكل السامعين والمشاهدين سلامات.